عندنا شقة 265 متر في التجمع الخامس الجامعة الأمريكية، دي متشطبة بالكامل، ده التراس بتاعها وده الريسبشن زي ما احنا شايفين. ده مدخل اليونت، باب مصفح، اول ما بندخل ادي هنا مطبخ مجهز بالكامل في وصلات الغاز، بعدين ليفينج، وصلت الدش كلها، ادي اول اوضه، بيبان كلها تركي، ده الحمام اللي بيخدم الاوضتين، دي لسه بنعمله الكابن، شاور كابن، ودي اوضه تانيه، ودي الاوضه التانيه، ودي الأوضة الماستر ومعها دريسنج روم، والحمام بتاعها برضه الشاور كابن هنا بيتعمل اهو، كلها تشطيب سوبر، 265 متر، التجمع الخامس أمام الجامعة الأمريكية.